আমি যাব اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على سيدنا محمد من التحيات والسلام وزيان افضل ما زيدنا بيان امته واهدي الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وبعث مقام محمود الذي واتى يا ارحم الراحمين اللهم اجعل واياه مما يستجيب شفاعته ويستجيب به من الله رحمته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمه هذا النبي الكريم واله واصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا بزمرته واستعمل السنتنا في مده ونصرته واهلنا مستمسكين بطاعته ومحبته وامتنا على سنته وجماعته اللهم ادخلنا معه جنه بيننا وبينه وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بيوم يستسلم به الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم وأفنا بنا ببركة بشر ذي التكريم وأسكننا بجواره بدار النعيم ونعمنا بالجنة بالنعيم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى ولأهل صدقه والوفاء كلنا معين ومصطفى وباوينا من الجنة ورجبنا بجاه عندك قبولا وإذا ما شرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وللأظهر وسال من الخير كفر عنا الذنوب كفر عنا الذنوب والأوزار كفر عنا وعن والدنا ومشينا ووصلنا وفرنا وأسودنا وأولادنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت الأخو الغفار يا غفار إلهي تمم النعم علينا ووفقنا للشكر كما بقينا أعذبنا من عفوك والعواقب وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نؤول في مهم على ما بنا ولا ما خلقنا على أحد ولا سبب ولكن إذا بغض وكنت لها خمينا وصل على رسولك كله محمد النبي الزكي الأمين كذلك وأصحاب الكرام ومولهم والتابعين يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد يا إلهي بحقه آتنا سهل والمراد حسن الخصم والمراد وصف الوقت والبداد وبرؤيا سيدنا محمد فرحت أنفس العباد عن غرامي ولواتنا بغرقني في المنام ذاك ديني وملتي ذاك لغاية المرام مهنتي في لذة سلوتي للهوى حرام ما فتنتم كفتنة سددوني بلا كلام وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله
الله.